أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كتاب منير وإذا اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض صدق الله